معاشر المؤمنين والمؤمنات، مرحبا بكم في يوم عظيم جليل، يوم الجمعة ويوم العيد. ويوم الجمعة أفضل من عيد الفطر وعيد الأضحى. واختلف هل الجمعة أفضل أم عرفة أفضل، ولكن بالإجماع على أن الجمعة أفضل من عيد الفطر وعيد الأضحى. فنحن في عيد، واجتماع المؤمنين والمؤمنين عيد آخر. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، والعيد فيه اللذة وفيه الفرح. الصحبة هو اجتماع المؤمنين من أكبر الأعياد. ثم في عيد عاشوراء، عاشوراء يوم الفرح بنصرة الله تعالى المستضعفين، يوم أنجى الله فيه سيدنا موسى وأغرق فيه فرعون. وذكرهم بأيام الله، فهو يوم من أيام الله سبحانه وتعالى عز وجل، وأيام الله نأخذ منها العبر ونأخذ منها الدروس. أن الطغيان ما تجبر وما طغى لا بد أن يؤول إلى الزوال، والمستضعفون مهما أوذوا ومهما عذبوا ومهما طردوا ومهما شردوا لا بد أن يرفع الله من شأنهم ويستخلفهم في الأرض. سيدي عبد السلام في مجلة الجماعة، هذا العنوان ديالها البارز على الصفحة الأولى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونحن أحق بموسى من بني إسرائيل. بني إسرائيل اتخذوا اليوم عيد، والعيد نعمة يستوجب، والنعمة تستوجب الشكر، فكانوا يصوموا له شكرا لله تعالى عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأخبر صامه وأمر بصيامه وقال: نحن أولى بموسى منهم، نحن أقرب الولاية فيها النصرة وفيها المحبة وفيها القرب منهم عن بني إسرائيل. فصامه وأمر بصيامه، فكان أول صيام فرض على المسلمين قبل أن يفرض صيام رمضان. ولما فرض رمضان نسخت فرضية عاشوراء وبقي صومه على وجه الاستحباب. وعاشوراء حتى نخالف اليهود في صيامه نصوم يوم قبله أو يوم بعده، أو نصوم ثلاثة أيام: يوم قبله ويوم بعده. وحدث آخر عظيم حدث في عاشوراء هو استشهاد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن حنا خصنا نرفعوا فيه واحد الشعار اللي رفعوا سيدنا الحسين، وهو يقاوم الظلم وهو يتحدى رغم قلة أنصاره ورغم كثرة أعدائه، ورغم بقي ثابتا صلدا شامخا. هذا الشعار: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. من يطمع أن ننحني له أو نخضع له أو نركع له من دون الله سبحانه وتعالى فهو يطمع المحال. هيهات هيهات، بعد هيهات من الذلة. هذا درس نأخذه من استشهاد سيد الحسين. والبيت خصنا نديروا فوق راس ديالنا في القلوب ديالنا في العقول ديالنا، لأنهم بدعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب أهل بيتي بحب إياهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.